ال 218 ورقة دول، الموضوع ده طبعا يعني انتشر في وسائل الإعلام، وأعتقد الناس كلها عندها فكرة عنه. أحد المصححين أخذ الورق زي ما بيحصل دايما، يعني دي عادة موجودة في الكلية إن المصححين بيصطحب الورق معاهم. إحنا كلية فيها 40,000 طالب، الطالب بيمتحن في 10 مواد، 40,000 طالب في 10 مواد ب 400,000 كراسة إجابة. يضاف إلى ذلك 100,000 كراسة إجابة تتعلق بامتحان التخلفات، يبقى ده نص مليون ورقة، نص مليون ورقة إجابة تتعلق ب 40,000 طالب. كيف يتصور في عقل أو منطق إن النص مليون ورقة دول يصححهم 50 عضو هيئة التدريس اللي لهم حق التصحيح في كلية الحقوق؟ دي العناصر البشرية اللي موجودة. يعني إذا قسمت 500,000 على 50 واحد هيبقى نصيب الواحد كام؟ 10,000 ورقة؟ ده مستحيل. لا يتصور ان شخص يصحح 10,000 ورقه في شهر. وبالتالي احنا بنستعين بزملاء بيساعدونا من خارج الكليه، زملاء في جامعات اقليميه، زملاء في الهيئات القضائيه الى اخره. اللي حصل ان احد المصححين اصطحب الورق خارج للخارج، فقد 218 ورقه. احنا ككليه ايه الخطا اللي وقع علينا في هذا الخصوص؟ لا يسند الينا اي خطا، دي اجراءات قانونيه سليمه تم اتباعها، وكل جامعات مصر بتتبعها منذ انشاء الجامعات المصريه. اللي حصل ان تم ابلاغ الجهات المختصه، النيابه العامه بتحقق، جهه عمل الشخص اللي خد الاوراق بتسأله لان الموضوع انطوى على شبهه جنائيه، وتم ابلاغ النيابه العامه على اساس ان لوحظ ان هناك شبهه ما بين المصحح وبعض الطلاب. النيابه العامه بتباشر دورها، مجلس القضاء الاعلى بيباشر دوره مع احد المصححين، المجلس الخاص بمجلس الدوله بيباشر سلطته. مجلس الكليه كان خد قرار بتطبيق بان الطلاب اللي فقدت اوراق اجابتهم يحصلوا على اعلى على في الماده اللي هي ماده القانون التجاري تحديدا ال 218 دول، يحصلوا على اعلى درجه الطالب جابها في المواد الثانيه. مجلس الجامعه كان القرار تاء لا اعاده امتحان الطلاب، بعدهم راح طعن وصدرت احكام المحاكم بتأييد قرار مجلس كليه الحقوق الاولاني اللي هو الطالب يحصل مع تعديل طفيف ان الطالب يحصل على متوسط الدرجات. هننفذ حكم المحكمه والدنيا خلصانه. احنا هنا جامعه مؤسسيه، مجلس الجامعه خد كوريا خد قرار، مجلس الجامعه ارتأى اخذ قرار اخر. القضاء قال كلمه ثانيه احنا بننفذها. القضاء بيلغي قرارات لرئيس الجمهوريه، قرارات للوزراء، القوانين ذاتها اللي بتصدر عن البرلمان، المحكمه الدستوريه العليا بتحكم بعدم دستوريه. بالعكس ده معناه ان مؤسسات الدوله ماشيه مع بعضها صح. حكم المحكمه هينفذ. مجلس الجامعه هيدرس هل حكم المحكمه يمتد اثره لباقي الطلاب ولا لا؟ يعني هل من باب العداله ومن باب اعتمارات الملائمه ان حكم المحكمه يمتد اثره لغير الطاعنين ولا لا؟ انما بالنسبه للطاعنين الحكم هينفذ مساله منتهيه 20 طالب. فانت عندك بقى 198 طالب لم يطعن او ما شملهمش هذا الحكم. فطبعا لاعتبارات العداله ولاعتبارات الملائمه واخذا في الاعتبار ان بعض الطلاب قد يكون غير قادر ماليا انه يلجا للقضاء، فمجلس الجامعه هينظر في مدى إن إعمال أثر الحكم بالنسبة لغير الطاعنين. وأنا في ظني وفي ضوء رؤيتي شايف إن مجلس الجامعة ربما الأمور تسير في هذا الاتجاه.